عزيزة في بالبال حدا. يا الله يا الله ماشي حدا مبكة. شو بدي اقول لك اكثر من مبكة؟ قذائف عم تتشقف الناس قدامك قدامك ووراك. بدي احكي بدي احكي لانه معلش بعتذر منك متضايق شوي صغيرة معلش بعتذر. هي طلع بعيوني بتشوف الرياح النفسية والحمد لله الله يصبره ودعاءه لربه وربنا شايف وشاهد على كل شيء عم بيصير. ما بنتمنى يعني الا يصير كل خير يعني بس هيك الله يصبرهم يعني ويصبرنا معهم نحن كمان نحن تركنا بيتنا كمان. في مشهد نزوح عم نشهد عليه من الجنوبيين على بيروت، فسؤالنا لاهل بيروت هل بتستقبل الجنوب اليوم على بيتك؟ هذا واجبنا واجب اخ لاخ. يعني نحن حدون بكل الاوقات ظروف صعبه عم تمر على البلد كلياتها. الله يقطع على خير. بيتنا اكلنا مالنا كلياته فداهم ما يهكلوا هم قديه نقدر نستقبل. نحن مش حنقصر. وطن واحد واهلنا واخواتنا لانه نفس الشيء حيصير معنا كمان حيستقبلونا. بنحطهم بقلوبنا واهلا وسهلا فيهم بدنا نستقبلهم. كل العالم حتى يعني مناطق الشرقيه عم بتقولوا تفضلوا لعنا. والله ما شفنا منهم شيء عاطل بالعكس اهلنا يعني مننا وفينا. يعني الحمد لله استقبلونا الناس بس مش كله مثل ما بيقولوا مش كل اصابعك مثل بعض يعني. لما بدنا نضل هيك بدنا مختلفين مع بعض. لا خلينا نوحد بعضنا ونقول كل اللبنانية مع بعضنا ونوقف مع اهل الجنوب. لكن اللبناني عند الشده الله يهدي الاحوال ويصبر اهل القتلى والجرحى عن حرام لانه عن جد لهون وبس. يعني الحمد لله بنقول الحمد لله. الله يعينهم ويصبرهم. صامدون ما في اذا الله راد اليوم اذا الله راد ننهي القصه كلها. معش مطولة يعني عاجلا ام اجلا حننتصر عليه.